هناك مسألة. طبعا أنا بالنسبة لزيارة الإمام الحسين قلت أنا شوف ثلاث مرات كررت في الخطبة السابقة عن استحباب زيارة الإمام الحسين وسقت الروايات الموجودة عليها. رغم ذلك يقولون أنا أقول إنه ما لا ما بصحيح إن زيارة الإمام الحسين استحب. توني جاي في محادثة رايح أنا شو أسوي هنا؟ إيش في العراق حتى أجيبه غير زيارة الإمام الحسين وأهل البيت؟ إيش فيها؟ أصلا ليش أروح العراق إذا ما فيها أئمتنا؟ ما عندي شغل سامة هي وسريلانكا سوى. هو شو يسوي؟ يغلفها باسم حتى يعني يشوهها يعطيها في الاسم معين، أعطيه اسما. طبعا هي معروفة حتى بالليل. أعطيه اسما. يعطي الفكرة في الاسم معين حتى يبدي ينتقد، يبدي يسولف عليه. أكرر الرواية. فيا أخي الكريم لا تقولنا ما لم نقل، وإذا أردت أن تنتقد فانتقد بوعي واسمع الكلام جيدا. هاي مشكلة يعني الكثيرين من المستمعين إلينا، مشكلة الناس أنها تسمع جزءا من الكلام وتبني عليه وتبدأ بالانتقاد. ما بيصير، أنت لابد أن تستمع إلى الكلام كاملا، أنت وغيرك لابد أن تستمع إلى الكلام كاملا، لا تأخذ جزءا وتضع جزءا آخر. مثل هذول اليوم اللي بيقطعوا المقاطع وبينزلوها على وسائل التواصل الاجتماعي، بقطع مقطع بتفكر أنت أنك أن هذا الشيخ أو ذاك الشيخ يسيء إلى رسول الله أو يسيء إلى الأئمة أو يسيء إلى كذا. طيب أكمل الكلام، ارجع إلى المصدر المحاضرة كاملا، ارجع إلى الكلام كاملا. إذا ما فهمت في المرة الأولى أو حاولت فهمت شيئا سيئا، عد احضر مرة أخرى حتى لا تظلم، لأنه بهذا الكلام في ظلم. قلت أنا شوف ثلاث مرات كررت في الخطبة السابقة عن استحباب زيارة الإمام الحسين وسقت الروايات الموجودة عليها. رغم ذلك يقولون أنا أقول إنه ما لا ما بصحيح إن زيارة الإمام الحسين مستحب. توني جاي في محادثة رايح أنا شو أسوي هنا؟ إيش في العراق حتى أجيبه غير زيارة الإمام الحسين وأهل البيت؟ إيش فيها؟ أصلا ليش أروح العراق إذا ما فيها أئمتنا؟ ما عندي شغل سامة هي وسريلانكا سوى.